السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تيليشارجيو كتالوج فارماسي على شكل بي دي اف. باش غتيليشارجيو ان شاء الله غادي يطلع معكم بحال هكايا. ولكن قبل ما نبدا ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتبركوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا ليا جيم. ونبداو على بركه الله. كنحلو جوجل كنكتبوا فيها فارماسي، من بعد كندخل لكم الفارماسي ماروك. من بعد كطلع معنا الشاشه بحال هكايا، كنبركو على كاتالوج. وهذا الشيء كامل اللي درت يعني ممكن ديرو حتى من التليفون. غتحلو جوجل وديرو تكتبوا فارماسي من بعد فارماسي ماروك وتدخلوا الكاتالوج وغيطلع معكم بحال هكايا نيت. وهنا ممكن تصفحوا الكتالوج كما بغيتوا، يعني تمشيو من صفحه لصفحه تشوفوا الاسمنه اللي بغيتوا وتشوفوا كل شيء. ومن التحت موفرين بزاف ديال الاختيارات. الاختيار الاول الا بغيتوا تبارطاجيو، الاختيار اللي على شكل مربعات الا بغيتوا تمشيو من شي صفحه بطريقه سريعه، يتقلبوا على الصفحه اللي بغيتوا تمشيو لها بسرعه. اما بالنسبه لهذا الاختيار هذا اللي من تحت اللي فيه بوز، هذاك دياپوراما يعني تمشي من صفحه لصفحه غير بوحدها. وبالنسبه لهذا الاختيار اللي على شكل امبريمونت هو الاختيار اللي كنتيليشارجيو منه، يعني كنديرو برينت اول باج من بعد كنديرو برينت وكنتسناو. فاش كنديرو برينت كطلع لنا الصفحه بحال هكايا، كنختارو على شكل بي دي اف من الفوق. من بعد كنديرو اونجستري صافي، وكنحطو في البلاصه اللي بغينا، كنختارو المكان اللي بغينا نحطو فيها وكنديرو اونجستري وصافي. وهكا كيتونجستري معنا. ولا عجبكم هذا الفيديو استفدتوا منه ما تنساوش ديروا جيم. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.